السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم، اموركم هانيه؟ نتمنى يا ربي ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم في احوال طيبه. رمضان مبارك سعيد، الله يدخل عليكم ان شاء الله بالصحه والسلامه وطول العمر واش ما تمنيتو يا ربي. اليوم غنبدا معكم فيديو جوله عند ملمع اللي كنتقدى عنده، كاين قريب ليا، كاين في الجهه ديا. الناس اللي غيكونوا لان تقريبا راه معروف اكادير، عندهم باج انستغرام سميتها شوب باي سكينه، وهنا الناس ديال انس كان عارفينه بسوبر مارشي البركه. عندهم معنات، كيجيب معنات بزاف ديال تركيا غزالين، موديلات فنيونين، واللي زوين عنده بزاف هو الاثمنه جد مناسبه. بالنسبه لواش كيدير لا ليفريزون للموديل الاخرين، نقول لكم يا هالبنات كيدير لا ليفريزون فين ما بغيتو، في اي مدينه كنتو راه يقدر يدير لكم لا ليفريزون. وباش زوين دائما كتلقاو عنده الجديد، يعني اي حاجه بغيتو غادي تلقاو عنده. تبارك الله ما شاء الله عنده من كل حاجه، كيجيب كي قلت لكم سلعه تركيا، كاينين البرارد غزالين، شي حاجه دو كاليتي ديال فاس حمقوني، عنده البريردات، كاينين هاد سليفات هادو البنات عجبوني، كنت بغيت ناخذ هذيك الوسطانيه ولكن للاسف ما لقيتهمش، ما بقاوش عنده. انا وصيتو باش يجيبهم ليا اونكا ودخلوا، كيعجبوني هكا في الطبيله ديال رمضان. انا المويان هي اللي عجباني، ديري فيها هكا بحال شباكيه بريوات، هذا كيجوني انا هكا كيبانو تقليديين. انتم البنات كيف ما كتشوفوا عنده دي بلاطو اشكال وانواع، هاد لي سيبور هادو عاد دخلوهم زوينين، فيهم لارجونتي، فيهم الدوري، وفيهم البرونز. كيف ما كتعرفوا دابا حاليا البرونز هو اللي ولا عاود دارج على الموضه، فيه موديلات بزاف غزالين، كاين عنده هاد الاشكال هادو ديال الديكورات، يعني جميع الاذواق، جميع الناس غيلقاو داكشي اللي بغاو. وهاد المبخرات البنات حمقوني عنده، هادو موديل جديد يلاه داخل السوق، داير ليهم 199 درهم. كتلقاو افيشين دي بري، ولكن بطبيعه الحال ملي كتبغيو حاجه راه كينقص لكم. هادو كي قلت لكم انا عجبتني هذيك البيضه، مازال صراحه حيره واش ناخذها ولا لا، بحكم عندي بزاف ديال المبخرات في الدار، الا جينا بقينا تابعينهم ما غاديش نساليو. وراكم عارفين الدقه، الا بغيتي تحطيهم شي بلاصه ما كاينش فين كاين هاد. المهم انتم شوفوا الفيديو شارح راسو بلا ما نبقى نقول لكم، كاين هنا كاين هنا. المحل تبارك الله ما شاء الله كبير بزاف، ما قدرت الصراحه نصور لكم كل شيء، صورت لكم هي لقطات شويه شويه من كل حاجه، من الاواني د رمضان، من الديكورات، من حنايا العيالات راه ما كنساليوش نهائيا، اللي شفنا عجبتنا. كاينين هاد السيبورات البنات هانتوما شحال زوينين غزالين، عجبوني بزاف. وفيهم ثلاثه ديال لي طاي، الصغير والمويان والكبير، هاد لي طاس ولي سو طاس ديال الكافي حتى هما كاينين اشكال مختلفه، هاد ديال شانيل، هاد ديور، ها اللي كيجيو مغربي، هاد لي بلا هادو لي سالادي حتى هما عندو اشكال مختلفين. لي فيسيل لي كيجيو ايفي مغرب حتى هما كاين نوار، كاين الابيض، الابيض بالكحل، الابيض بالطوغي، الابيض بالكري. المهم كاين بزاف تشكيلات كويسه ديال تي حتى هما لاش، وعندو تبارك الله كاين هاد الطويجنات هادو اللي كيبي يقدم سلو. المهم كي قلت لكم عنده بزاف، انا هاد البراد هذا هو اللي حمقني غزالين، عنده فيهم 3 طاي، كاين الصغير والمويان والكبير، زوينين وديال فاس. كاينين عاوتاني هادو هاد لي بلا هادو كيجيو بالسيبور ديالهم في الدبي، كاينين هكا ديال جوج كيجيو سواء عندهم دوك لي بلا ديالهم كحلين اولا في الابيض. كاين عاوتاني هاد الموديل هذا هكا فيه ثلاثة، وكاين عاود ديال ربعة، عندو دي برودوي ديال باليات حتى هما ديال دي ام، هادو ديال هاد لي فاز هادو هاد لي بو هكا كيجيو ديال كيمشيو هادو سيري ديال ثلاثة ما كيمشيوش لا بيس، كاينين عندو كذلك. المهم كي قلت لكم الله تبارك الله ما شاء الله، فاش ندخل للدار غادي نبارطاجي معكم اشنو خديت عندو انا.
قبل ما نبداو الوصفه ديالنا اليوم نحيدو هو الاول لي زارتيكل اللي خديت هذا البلا هذا البنات كيبان كبير هو كبير ما كيبانش الحجم ديالو. راني حاولت هكا وريتكم في الدرع ديالي قداش تبارك الله كيجي غزال. خديته في الدوغي هذا خديته غير على حساب بحال هكا شي بسطيله شي حاجه بلا حيت الطباسل انا الكبار اللي عندي كيجيو شويه غارقين فاش كندير فيهم سواء محينشات او لبسيطلات كيجيو داك الوسط كينزل ليهم كيجيو فيهم الطفيرات. البخي ديالو وقيلا 70 ولا 80 درهم كان صراحة في المتناول خديت فيه غير واحد. خديت هاد لي بلاطو هادو خديتهم ديجا راه كنت نيت هما فين صورت لكم البريوات وعاودت مشيت زدت منهم. هذا كيجي فريمون صغير فيه شبرونس كي كنقولوا النقيشه ديالو كيجي فيه ديك فلوري وهادو البنات بلاستيك دوك الصغار كان لو بري ديالهم 39 درهم. وخديت هاد الحجم الكبير عليهم شويه وهو في الزواقه ماشي بحال مختلفين ولكن في الحطه كيجيو صراحه مع بعضياتهم انتم شفتوا الاختلاف اللي فيهم. ومن التحت راه تيكونوا مغلفين بحال واحد بحال اش نقول لكم بحال عود بحال توب في الكحل. وخديت كذلك هذا الحجم ديالو كبير بارابور لهذاك الاخر نفس الزواقه وكل شيء غير هذوك المويان كيجي فيهم جوج شبوره وهذا جوج شبوره ونص. انا حاولت هكا نعطيكم العبار لان في الصور كيبانوا كبار انا فاش شفتهم في الصور قبل كيبانوا كبار. وهادو في الطوغي زدت هاد الباكيه هادي ديجا كانت عندي وحده وزدت هادي. بالنسبه لي بلاطو باش ما ننساش البنات الصغير 39 لي المويان 49 والكبير وقيله واش 69 ولا 79 درهم. بالنسبه لهاد هاد لونسومبل هذا كيجي فيه 6 د الماء 6 د الفرشيط 6 د المعالق كبار و 6 صغار كان الثمن ديالو 190 درهم. قبل ما ننسى عاوتاني كتسولوني بزاف في كل فيديو على هادو خديتهم في واحد الباج انستغرام سميتها ديسان اي دي ديكو غنخليها لكم في لا بار دانفو. نورمالمون هادي كتجي بيرسوناليزي كتجي فيها السميه ديالك بحال مثلا انا جاتني فيها جيجي كيتشن ولكن انا ما كيعجبنيش هكاك شديتها حطيتها هكا كيجي داك الطربوش في الوسط والسميه في الجناب ديالو. انا فضلت ندير ليها هكا جاتني احسن وحطيتها كيف بغيت انا يعني باللوغو ديالي. هنايا البنات غادي ندير التمر معمر. التمر المجهول اللي كناخد هو هذا اونكل عاشور كيجي غزال البنات. التمره كتجي مهبره وكبير وكيجي زوين ديما مجربه زعما لحد الساعه كيجيني هذا احسن واحد ديال المغرب البنات لان هذاك اللي كيتبع بالعبار ما ننصحكمش تاخذوه كيكون مداوي تقدروا تاخذوه ديال عامين وكثر. اول حاجه درتها هو شديته مسحته بماء الزهر وعاد كنجي سوا تاخذوا راس المعلقه اولا هذاك الموس باش كنحيدوا داك الوسط ديال التفاح. انا هذاك كيجيني براتيك وساهل. النص شديته حيدت ليه العلف بالطريقه اللي وريتكم والنص كنفتحوه هكا من الجنب وكنحيد ليه داك العلف اللي الوسط. تقريبا الكونتيتي اللي حيدت ليها العلفه من الفوق هي اللي درتها تقريبا غلبتها على داك اللي فتحت من الجناب. صافي غنستمر بنفس الطريقه تنسالي الكونتيتي اللي عندي كامله. الطريقه راه كتبقى سهله البنات. انا هنايا الخدمه قسمتها البنات على جوج بحكم العمل. النهار الاول حيدت التمر عليا نقيته مسحته مزيان حيدت ليه العلف ديالو درت ليه السلوفان وخليته في الثلاجة حتى لغد ليه اللي هو هذا. غادي ندوز نصوب الحشوة واحد النوع ديال الحشوة اللوز بالكراميل او لا بليتو كاوكاو بالكراميل. بالنسبة للمقادير عندي كاس وربع ديال السكر سنيدة كاس وربع الماء جوج كيسان ديال الحليب ديما العنبة جوج معالق كبار النشا معلقة ديال الزبدة واحد الفانيا وقبصة ملح وكاوكاو عندي انا هنا البلدي شديته نقيته حمرته وفسخت ليه القشره ديالو. اول حاجه كندير السكر حتى كيذوب تماما فوق عافيه مهيله مقله تكون ما كتلصقش. ملي كيذوب عندي السكر كنزيد ليه الزبده. نتوما كتشوفوا مني في الاول ملي كندير الزبده ما تنحركهاش تتطلق تقريبا عاد كنبدا كنحرك. وهنايا غادي نبدا نخلط مزيان تدوب عندي الزبده كلها وغادي تنسجم ليا مع الكراميل. نتوما كيف ما كتشوفوا ضروري هاد القضيه هادي ديروا هاد الخطوه يعني ما تضيفوا حتى شي اضافه اخرى حتى تنسجم ليكم الزبده مع الكراميل. عاد ديك الساعه غادي نجي غادي ناخذ الماء
وغادي نضيفوا. وهنايا في هذه الخطوه دائما ملي كتضيفوا سواء الزبده او الماء حاولوا تبعدوا شويه يديكم، لان راه كيحرق، والحرقه ديال السكر صعيبه بزاف كراميل. الا رديتوا البال فاش ضفت الكراميل ما حركتش السور بلاس، وكنحاول هكا نحرك غير بالمقله ديالي، لان كل ما حركتوه كل ما كيتحجر وكيصعب باش يدوب معاكم. اما هاد الطريقه هادي لا كتجي سهله. من بعد شنو درت؟ خديت داك النشا والفاني والملح، ضفتو الحليب وخلطت مزيان. راه كيبان لكم اللون ديال الكراميل تغير، ما تحرقش البنات، غير الاضاءه هي اللي كتبينه هكاك. المهم فاش ضفت هنايا الحليب مخلط مع داك النشا، بقيت كنحرك ما كتحيدوش يدينا، لان راكم عارفين النشا غتلصق لينا في القاع ديال المقله وغادي تحرق. كنبقى كنحرك مزيان حتى كيتقال عندي شويه الخليط. مهم هو الخليط، ما هو جاري ما هو ثقيل بزاف. ها نتوما كيبان لكم هنايا القوام ديالو كيفاش داير، كيجي شويه شد في راسو. غنبقى نحرك حتى كيبدا يغلى مزيان، ماشي غير تبان لي الغليه طلعت في الجناب صافي ونحبس، لا، غنبقى نخلط حتى كيغلى تبان لكم الغليه في الوسط. هنايا غادي نطفي عليه وغادي نجي نضيف كاوكاو. كاوكاو ضروري يكون البنات محمر قبل، سينو فاش كتزيدوه في الكراميل كيولي بحال الا خويتو عليه الماء كيولي لاوي. وغنخليه جانبا حتى يبرد. هنايا بالنسبه للحشوات عندي النوتيلا، عندي الكوك، غنخلطو مع نيسلي، حليب ديال نيسلي محلى مركز ماشي الكراميل غير العادي. عندي البات ديال اللوتوس، عندي البات اولا البوغ ديال الكاكاو، زبده الكاكاو. عندي هنايا داك اللي حليت من جناب، عندي اللوز، لاكاجو، بيستاش، القرقع. بالنسبه لهادو راه محمرين في الفران، كناخذوهم وكيديهم مول الدار لواحد السيد عنده الفران كيحمر هكا الفاكهه بلا ملح بلا والو، كتجي البنات غزاله وبنينه ما تشبعوش منها، كيجي مقلي احسن من داك اللي كنشريوه مملح. هنايا اول حاجه بديت بها هي خديت الكوك، زدت ليه شويه ديال النيسلي، وغادي نبدا نخلط غير كميه قليله، لان ما غاديش لان هنايا نحاول ندير بزاف ديال الحشوات. بالنسبه للكوك ملي تزيدوني النيسلي خليوه شويه جاري، ما ديروهش ثقيل. علاش؟ لان فاش غنخلطوه مزيان غنحطو جانبا ونخليه تيشرب. راكم عارفين الكوك تيشرب، باش الا عمرنا به ما يجيناش ناشف. غادي ندوز، خديت النوتيلا والبات ديال اللوتوس والبات ديال الكاكاو، الكاوكاو درتها في الماء سخون باش يطلقوا باش يسهل عليا التعمار. غادي ندوز اول حاجه هو التمر اللي حليت من جناب، غادي نبدا نعمرو. تقريبا هنايا عندي 4 ديال الحشوات، شويه عمرته باللوز مقلي، شويه عمرته بلاكاجو مقلي كي قلت لكم ما مالحينش، وشويه عمرته بالقرقع، وشويه عمرته بالبيستاش. البيستاش بطبيعه الحال راه كنحيد ليه القشره ديالو، اولا داك هذا هكاك نيت القشره ديالو كنحيدها ليه وكنحاول هكا كنعمر بها. مهم كي قلت لكم هذاك اللي محلول من جناب راه عندي 4 ديال الحشوات، غير كان نتوما راعينكم ميزانكم العاد الكميه اللي غديروا ديال الحشوه، غير الجهد فين نعمروا يجي التمره عامره، او ميم طون التمره كتسد لينا ما تبقاش محلوله، يعني غير تعمروا وسدوا التمره مزيان. هنايا غادي ندوز نبدا نعمر في التمر اللي حليت من الفوق. كي قلت لكم هنايا راه نتوما كتشوفوا خديت الكوك، الحشوه ديال الكوك، وكنبدا كندخل فيها شويه بشويه وكندفع في صبعي باش ما تجينيش عامره غير من الفوق والتحت ما فيه والو. ضروري هاد المرحله هذه تبقاو تدفعوا مزيان بالصبع ديالكم حتى تعمر مزيان. واللي عمرتها غادي نحطها هنايا حدايا في بلاطو. نجي عاوتاني للشكل الاخر، خديت النوتيلا درتها في واحد الجيب حلواني بلاستيكي، هادو اللي كيكونوا جوطابل، وغادي نستعمل هنايا المول ديال لي كاب كيك هو اللي غادي يعاوني. كنتقبل داك الجيب الحلواني وكنبدا كنعمر التمر بالنوتيلا، وكنجي كنوقفو في هذاك المول ديال الكاب كيك. نتوما المهم اي حاجه تجيكم سهله تعاونكم انكم توقفوا فيها التمر ديروها. انا جربت دي بواط، جربت شحال من حاجه، كيجيني هذا المول ديال الكاب كيك هو احسن. وهنايا هذا هو السبب علاش حنايا دوبنا درنا هذيك النوتيلا والحشوات الاخرين في البان ماغي، باش هكا كنجيو كنديروها في الجيب الحلواني وكنبداو كنعمروا نعمروا بها التمر، كتسهل لينا العمليه كتجينا سهله بزاف. نفس الحاجه
درتها حتى مع الباتا ديال اللوتوس، حتى هي في جيب الحلواني، وكان بدا كنعمر بها التمر. وهنايا ضروري نتاكد ان عندي التمره كتعمر كامله، لان فاش كتبقى فيها داك بحال الخويطات في الداخل في التمره راه ما كتعمرش مزيان. المهم الا بانت لكم بحال ان هادي بان لي داك القشيره في الداخل هي اللي حبسات لي سميتو، حاولت هكا نضرب باش يدخل الحشوه مزيان. ونفس الطريقه حتى هما كنوقفوهم في المول ديال الكاب كيك، ما بقيتش درت التمر معمر بالبات ديال الكاوكاو، استغنيت عليه حيت ديجا عندي الكاوكاو هنا مع الكراميل، داكشي علاش. حتى هاد الحشوه هادي درتها في جيب الحلواني، ولكن مني قطعت الراس قطعته شويه كبير باش يدوز ليا منه هذا الكاوكاو، لان تقريبا الكاوكاو جا هنايا انصف. وانتم كيبان لكم كنخشي الراس ديال جيب الحلواني في التمره، عاد كنبدا كندفع، كتجي غزاله هاد الحشوه هادي. كنستعملها صراحه ماشي غير في التمر، تقدروا تستعملوها في الكيكات، تقدروا تستعملوها تاكلوها كنيت غير مع الخبز، كيجي بنين. وواحد القضيه قبل ما ننسى، شتي ديك الوقيته فاش انا طفيت وزدت الكاوكاو، تقدروا في ديك المرحله ما تزيدوش كاوكاو وتزيدوا شكلاط ابيض الكميه اللي بغيتو، غير شكلاط يكون جوده عاليه، وتخلطوا مزيان تيدوب وديروه في بواطه وتبقاو تاكلوه، كيجي كراميل غزال للدهن. صافي هنايا ساليت، غادي التمر ديالي شديتو غطيتو بالسلوفان ودخلته للثلاجه، خليتو تقريبا من الصباح حتى العشيه عاد نبدا نصايبو. بالنسبه هنا الشوكولا عندي ثلاثه ديال الانواع، شوكولا بالحليب، شوكولا سوداء، وشوكولا بيضاء. هنايا شوكولا غيش راه وريتها لكم هي باش خدمت هاد التمر، ضروري البنات تستعملوا الشوكولا غيش، ما تستعملوش بديل الشوكولا. المهم اول وحده خديت هي اللي عامره بالبيستاش، هذه درتها في شوكولا اولي شوكولا بالحليب، ونتشتو الطريقه كيفاش، ومن الفوق زينتها عفوا بيستاش مهرمش. هنايا عاوتاني خديت اللي معمره باللوز، حتى هي شديتها بنفس الطريقه، غير هذه غمستها في الشوكولاته السوداء. وغادي ضروري تسوسو مزيان البنات الشكلاط، لان داك الزايد غادي يبقى لكم غير لتحت وغيخسر لكم الشكل ديالها. وهذه كنحطها جانبا، ما ضفت لها حتى شي اضافه، كنخليها حتى كتجف تماما. هنايا نتوما كيف ما شفتوا في الشيء تحطيتها، لصقات ليا مع الاخرى الشكلاط، غير الشكلاط شد ليا مع الاخرى سور بلاصه. شنو درت؟ فرقتهم غير بالراس ديال الفرشيط. خديت عاوتاني التمر، دائما هذا التمر اللي فتحت من الجناب وعمرته بلي فخويسك، غطستها هذيك اللي فيها لاكاجو، غطستها في الشوكولاته ابيض وسست الشوكولاته زياده مزيان وحطيتها سور بلاص. كنزيدو الزينه هناك، زوقتها بهذوك لي دونتيل ديال الشوكولا كيتباع فيه، حتى هو كيجي فيه شوكولاته ابيض وشوكولاته نوار وشوكولاته بالحليب. عاوتاني ديك اللي فيها الكركاع حتى هي نفس الطريقه، غير البنات قبل ما تغطسون في الشكلاط تاكدوا مزيان انكم سديتوها، لانه كيف سبق وذكرت الا ما سديتوهاش مزيان ملي كتجيو هنايا تونغوبيوها بالشكلاط كيدخل لكم ديك الفتحه وما كيجيش الشكل ديالها مزيان. المهم هذه الكركاع حتى هي زينتها بالنصف ديال الكركاع وسور بلاص، غير الكركاع البنات ما بانتش في التصوير. قبل ما نلصقها كنضيف ليها شويه شكلاط بيض من التحت، عاد كنضغط عليها باش كتشد بلاصتها مزيان. هنايا جبت الجزء اللي معمر اللي درنا ليه فتحه من الفوق، جبته من الثلاجه وغادي نبدا نصايبو. خديت اول واحد هو اللي معمر بالنوتيلا، غطست ليه الراس ديالو في شكلاط شوكولا سوداء وزينته بالبيستاش عفوا بيستاش مهرمش. شوف الخدمه قبل ما كنبداها كندير في راسي حاجه، وانا خدامه وانا كنبدل داكشي كاع اللي كنت قلت في الاول غادي ندير بالنسبه للتزيين راني بدلته. هنايا خديت عاوتاني اللي فيها داك الكراميل مع الكاوكاو، غطستها في الراس ديال غطست الراس في الشوكولاته ابيض وزينتها باللوز مهرمش، حمرته غير شويه، ما عنديش الكاوكاو، الا عندكم كاوكاو مهرمش كان احسن. وهنايا خديت هذه ديال اللوتوس اللي عمرت بالبات ديال اللوتوس، غطست ليها راسها عاود في شكلاط
بالحليب ودرتها في البسكوي ديال اللوتوس مهرمش. شفنا البنات فاش تهرمشوا اللوتوس ردوا البال، ما تردوش كي الدقيق، خلوه هكاك شويه الحبيبات ديالو باينين. بالنسبه لي معمره بالكوك فاكيد راه باين الزين ديالها، فانا درتها في شكل، درت لها الراس في شكلات ابيض وفنتو في الكوك. صافي غادي نستمر بنفس الطريقه حتى نكمل الكونتيتي اللي عندي كامله. بالنسبه للتزيين راه عندي 4 ديال الحشوات، كاينه ديال اللوتوس، كاينه ديال الكراميل، كاينه ديال الكوك، وكاينه ديال النوتيلا. صافي دخلتهم الثلاجه خليتهم تبردوا مزيان وكتقدموهم ديك الساعه بالصحه والراحه. نتوما كتشوفوا البلاطو كيجي راقي، وراه ماشي هاد الكونتيتي اللي خرجت ليا، تقريبا هادوك اللي درت ليهم اللي انغوبي بالشوكولا تقريبا خرجت ليا 10 الحبات في كل وحده كل شكل، وهادوك الاخرين اللي عمرتهم من الداخل بالنوتيلا وهذا خرجت لي 14 حبه تقريبا في كل شكل. راه تبارك الله راه خير الله، راه 2 كيلو هذيك ديال التمر كيجي راقي وزوين وخد منه بيديكم، وكتعمروه بداكشي اللي كتاكلو نتوما واللي كتبغيو نتوما، وكيطلع لكم اقتصادي مقارنه بلا خديتوه على برا. اكيد راه كيكون عندنا التمر العادي، هذا غير مره مره كتبي تبدلي ومنها كتعطي حتى من دار زوين للطبله ديالك، ولا جاو عندك الضياف ولا الحباب هكا كتحطي لهم شي حاجه مبدله مختلفه على التمر اللي مولفين دائما كنحطو. انا اوريكم طريقه الاحتفاظ، انا كيفاش كنحتفظ بها البنات في الثلاجه ضروري، لان احنا مستعملين الشوكولا غيش. شوكولا غيش كيف ما كتعرفوا راه هي غير كتقيسيها باليد ديالك دغيا كتذوب، اما وداكشي علاش كيجي في الماكله زوين. اما الا درتو شي نوع اخر ديال الشوكولا فاش كتجيو كتعضوه كيكون قاصح ودغيا كيتفرتت. هنايا غنحتفظ فيه نحتفظ بيه عفوا في بواطه ديال الزاج، وهنايا الطريقه باش كنحط انا التمر كنحط كل شكل، ما كنديرش مثلا تبقى ديال الكركاع تبقى ديال هذا، فاش كتبغيو تاخذوا تاخذوا منه غير مثلا خديت تبقى ديال الكركاع وبغيت ديال البيستاش خصني نحيد هذاك الشيء كامل باش نوصل للبيستاش، لا كندير صف من كل نكهه، وعاد ديك الساعه ما بين تبقى وتبقى كنفرق بورق الطبخ بابيي كويسون وكنستمر هكا بنفس الطريقه. مهم ضروري بواطه الزاج وتكون كتسد مزيان وتحتفظوا به في الثلاجه. صافي غادي نستمر بنفس الطريقه حتى نكمل كي قلت لكم كل صف ندير فوق منه نفس الصف، بحال مثلا درت في الجنب الكركاع فوق منه غادي ندير صف ديال الكركاع، وها هي نتوما كيبان لكم في البواطه مزيان. صافي هنايا غادي ناخد عاوتاني بابيي كويسون غادي نديرو من الفوق غادي نغطيه، وعاد ديك الساعه غادي نسد البواطه ديالي بنفس الطريقه احتفظت بالباقي.